للتجاذبات السياسية الراهنة، ما هي آراء النخب الإثيوبية في أزمة سد النهضة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي إلى أرض مصر. شوف من البداية إذا رجعت للخلف المواقف الحكومية المصرية منذ القدم ليست على ما يرام تجاه إثيوبيا وشعب. عام 1875 جهز جيش لغزو إثيوبيا وفشل، ومصر تطورت أكثر منا ولكن بمياهنا. مصر تطورت بمياه إثيوبيا، بمياه إثيوبيا، لأنها نحن لأننا الأصل في الشريعة أن الماء له يعني له حق الاستخدام لكل من تمر عليه المياه. الخطوات اللي عملها إقامة السد العالي، يعني الاستعداد لمحاربة إثيوبيا ما كانت في مجال برنامجه. هذه ميزة الوحدة جمال عبد الناصر. سد النهضة هدفه ليس هدفا عسكريا ولا أمنيا،